اكتر لعيب بيراميدز مين؟ هو عبد الله السعيد طبعا. هو اللي بيحرك المنظومه دي كلها لعبا هو عبد الله السعيد. ليه زي عندي يا صالح او محمد ابراهيم. ليه بديل في مصر؟ حاجه كده تحرك المجموعه بشكل كويس. ليه بديل؟ لا لا طبعا ليه بديل. مين؟ محمد ابراهيم وصالح وقفشه لعيبه كبار. رتبهم كده يا كابتن؟ لعيبه كبار. رتبهم؟ محمد ابراهيم وقفشه وصالح. صالح كمان بس يجهز. صالح جهز 70%. انت رتبتهم محمد ابراهيم ثم قفشه؟ اه لا محمد ابراهيم في حته تانية. قفشه انا بحبه جدا والمحرك الاساسي لفرقه النادي الاهلي. مع اختلاف المواضيع يعني قفشه في النادي الاهلي ومحمد في سيراميكا. محمد بيحرك هو وصالح لما هما طول الوقت في فورمه بيحركوا اي مجموعه يكونوا موجودين فيها كبلاي ميكر كنمره 10 يعني. انت عايز تقول ان بديل عبد الله هو محمد ابراهيم؟ مش بديل، هو زي عبد الله يعني. ان شاء الله هيبقى زيه يعني لما مع الوقت عبد الله خد خبرات يعني. احنا كان دلوقتي عبد الله هو رقم واحد ولا عبد الله ومحمد مع بعض؟ لا عبد الله ومحمد مع بعض ثم قفشه مع فرق السن لصالح ابراهيم يعني. ثم قفشه. لا قفشه لعيب كبير طبعا. لكن انا بالنسبه لي يعني ايوه انت مصمم تقول هدخلك في جمهور الاهلي. لا ده لا يا كابتن. لا يا كابتن انا عارف البصيني. لا يا كابتن انت حبيبي. اسمع بس. لا والله يا كابتن. لكن انا بكلمك عن قناعات وقفشه. عمرك يا كابتن ما رحت مشوار وجبتك. وصالح لعيب كبير. صالح بعد ماتش البيراميدز الناس بتهنيني انا فرحان. صالح رجع؟ انه صالح فورمه. رجع؟ عنده لا عنده كمان لسه كام في المية؟ ده عنده كمان حاجات اكتر. هو في عهد منا ان شاء الله يرجع لده. هو كم في المية من قناعاتك؟ هو رجع ل70%. 70%؟ 70% وعلى الاداء ده انا بعتقد انه لما يكمل هيبقى ان شاء الله يرجع منتخب. ملتزم بره الملعب؟ ملتزم زي الفل. عشان كده اداؤه في معظم في المباريات الاخيره كلها اداؤه كويس جدا يعني. صالح جمعه لو التزم بره الملعب هيكسر الدنيا جوه الملعب. بعد الفاصل نرجع نكمل.